ربي يرحمه، كان أخ طيب، إنسان طيب، ربي يدعو له بالرحمة وجميع اللي ماتوا إن شاء الله ربي يرحمهم. كان في إجازة، كي كملت له الإجازة ولا العمل صار له الحادث هذا، وماهوش غير هو، الناس كل. كان إنسان طيب، عاقل، إنسان يهضر مع الناس نورمال، يضحك مع الناس، هذه هي صفاته. عنده حوالي 7 سنين خدمة. آخر لقاء كان نورمال، كان شغل موش حاب يروح و فايل عاقل لاباس به الحمد لله. النهار 3 صلى معايا الظهر، العصر، ومن هذيك الصباح الأربعة ما شتوش، قال لي هاو راح. أنا ما خرجتش بكري العشرة، باش خرجت كي شفت الطيارة كنت تفرج لداخل في الطيارة كي طاحت هكذا وتشعل. كي خرجت البراعة على العشرة قال لي طفل وقيلة ولد عمي، قال لي هاو معاهم، قال لي وقيلة في الطيارة هذه غاية تربي متخلق الله يبارك ما شاء الله. تلقينا الخبر، انا قلت لكم ما خرجتش، كنت نتفرج في الطياره الداخل كي طاحت كذاك وشعلت، كنت نتفرج. من بعد كي خرجت حتى لجوات العشره تاع النهار باش خرجت لبرا، شحال قالوا لي هاو سموها وراح معاهم الصبح او راح اليوم ركب في الطياره هذه او طاح.